كيكة الشوكولاتة ممكن نستعملها كبراونيز نحط فيها المكسرات اللي عايزينها، او بستعملها ككيك رقات هنحط فيها كريمة لباني اللي انتوا بتسألوا عليها. هنوريها لكم خطوة خطوة، تعالوا مع بعض ونبتدي الكيكة بتاعتنا. بالنسبة للمكونات بتأكد ان البيض حجمه كبير، بستعمل شوكولاتة غامقة وتكون الزبدة طرية. بجيب المكونات وبجيب حمام مية اللي هو بيبقى عبارة عن وعاء فيه مية بحط فيها سلطانية، بكسر الشوكولاتة وبضيف عليهم الزبدة على اساس اسيحهم بطريقة غير مباشرة مش على نار مباشرة، وبضيف شوية فانيليا، بحط شوية صغيرين من الكاكاو الملح، وبعد كده بضيف السكر لغاية لما كل حاجة تدوب وتتداخل بحس ان مفيهاش السكر خلاص داب، برفعها علشان انزل البيض، بنزلهم واحدة واحدة واخفقهم لغاية لما كل بيضة تندمج واضيف اللي بعدها، وممكن اضيف بيض مع الدقيق او بحط البيض كله وبعدين بحط الدقيق شوية شوية لغاية لما كله يتداخل. ده كده عندي براونيز. لو حبيتوا تحطوا فيها مكسرات دلوقتي ممكن، ولو حبيتوا تحطوا فيها قطع شوكولاتة تعملوا كده. هجيب صاجين او صينيتين، بقطع ورقة مدورة وبحطها في الصينية من تحت، واوزع العجينة ديت على اتنين. وليه ما عملتهاش واحدة؟ لان دي براونيز بتكون غليظة سميكة، مش زي الكيكة الهشة والهوائية اللي انا عاملها واقطعها، فيفضل انها تتعمل كده. بعدين بجيب الكيك واسيبه يبرد قبل ما ابتدي احط عليه الكريمة اللباني اللي تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. الكريمة بتكون ساقعة، بحطها في قلب خلاط وبستعمل هنا المضرب السلك، بضيف شوية فانيليا صغيرين، وقبل ما تتماسك هضيف سكر البودرة، بيكون منخول على قد ما اقدر ما يبقاش فيه قطع او كتل موجودة فيه، لغاية لما كله يتماسك. بعدين هستعمله للحشو. بجيب الكيكة وبحطها وبحط جزء من، يعني دي ممكن تتاكل كده لو حبيته، ممكن اعملها في صاج واحد مش لازم اقسمها على اتنين. بحط الكريمة، اي فاكهة انتوا تفضلوها تحطوها، وبضيف فاكهة في حسب الموسم حسب الفاكهة اللي موجودة عندكم في البلد اللي انتوا فيها. بتحطوا ممكن تحطوا عنب، ممكن تحطوا قطع مانجا، جوافة، اللي انتوا حابينه. وبعدين بضيف الكيكة التانية وبحط عليها بس سكر بودرة. طبعا مفيش احلى من كده في الشكل، وصدقوني طعمها حلو جدا جدا، كل اللي كان عجبته. ان شاء الله تعجبكم انتوا كمان، وبالهنا والشفاء.